ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين عشان نكمل باقي فقراتنا. الاسبوع اللي فات كان معانا كابتن عمار عادل اخصائي المكملات الغذائيه. اهلا بحضرتك. اهلا شرفتنا. النهارده ان شاء الله حابين نكمل لان في كان في كذا حد سال على موضوع المكملات الغذائيه وفي حاجات بتدخل تحت نطاق منشطات ومش منشطات وحاجات بتدخل في الموضوع ده، اكيد حضرتك ادرى بيها. بس خلينا في الاول يعني نعرف الفرق ما بين انا كراجل بلعب كوره، حد بيلعب سله، حد بيلعب سباحه، هل المكمل الغذائي واحد ولا بيختلف؟ لا طبعا بتختلف. بيختلف نوع المكمل الغذائي من رياضه للتانيه. يعني لعيب الكوره بيبقى محتاج مكملات غذائيه معينه عشان المسافات اللي بيجريها، عشان الوقت اللي بيلعبه، لانه في فرق بين اللي بيتمرن لعبه مثلا الوقت البطوله بتاعها زي المصارعه والملاكمه يكون وقت قليل، يعني مثلا المصارعه بيكون 3 دقائق كل جوله، دقيقه ونص او دقيقتين. بالنسبه لكره القدم هو مطالب ان هو يكون عنده باور او يجري لمده 45 دقيقه متواصل، وساعات بعد كده بيكون في اشواط اضافيه بعد 90 دقيقه. كره السله بتختلف عن كره اليد، كل رياضه بتختلف من معدل الاستهلاك الرياض، يعني الرياضه بتستهلك طاقه معينه داخل الجسم، ولذلك بناخد مكملات تكفينا لاحتياجات المنافسه. كويس جدا. يعني مثلا انا عندي لعيب السباحه بياخد حاجات طبعا كلها لازم تكون حاجات صحيه وتحت اشراف وزاره الصحه عشان ما يكونش فيه تعارض في المنشطات او لجنه الوادة، فبياخدوا مكملات بتساعدهم او بتتجاوز الحد الاكثر الانسان العادي في التمرين. حلو قوي. وفي نفس الوقت بتزقه سنه بسيطه في المنافسه. كويس. وبالنسبه لكره القدم بياخدوا مكملات تساعدهم على ان هم يكملوا الوقت بتاع 45 دقيقه بتاع الشوط او الاشواط الاضافيه. بالنسبه للالعاب الفرديه زي المصارعه الملاكمه بياخدوا حاجات تزود السرعه عندهم، لان كل رياضه متطلباتها بتختلف عن رياضه ثانيه. كويس جدا. طيب هل المكمل الغذائي ده بيفرق معايا ان انا اخده يعني في نص المباراه مثلا او قبل المباراه؟ ده اللي بيحدده حاجتين، اول حاجه نوع النشاط نفسه، وتاني حاجه قابليه اللعيب للاداء في النشاط. بمعنى ان انا دلوقتي في العاب زي العاب الماراثون النظام الغذائي نفسه بتاعه بيختلف غير النظام الغذائي بتاع لعيب بيلعب لعبه الاداء بتاعها بيكون فتره قليله. يعني لعيب الماراثون بيعتمد في النظام الغذائي بتاعه على الكربوهيدرات والدهون اكتر من اعتماده على البروتين كلاعب مثلا كمال الاجسام او لاعب الجيم. لعيب الكوره بيعتمد في نظامه الغذائي على الكربوهيدرات اكتر لان هو محتاج طاقه اكتر. يعني الفكره كلها ان الجسم بيقرا حاجه اسمها اي تي بي، او بالعربي ادينوزين تراي فوسفات. يعني ايه؟ ان كل الحاجه في يعني بتتاكل الجسم بيترجمها للاي تي بي ده، سواء كانت نشويات كان بروتين كان دهون، بيترجمها في الاخر لحاجه اسمها اي تي بي او عمله انتاج الطاقه في الجسم. الجسم بياخد اللي هو محتاجه من فيتامينات من املاح معدنيه عشان اتمام العمليات الحيويه. تمام. وبعد كده الباقي بيتحول لاي تي بي. الاي تي بي لما بيطلع في الجسم بيدينا طاقه، والزياده بيتخزن في الكبد والعضلات. كويس جدا. طيب انا بالنسبه لي يعني كحد ممكن يكون عنده شويه عدم ثقافه بموضوع المكملات الغذائيه، بنشوف دايما حد ممكن يكون عن طريق الخطا او الغير مقصود مش قاصد ان هو ممكن ياخد مكمل غذائي يحرمه مثلا، يدخل تحت نطاق المكمل المحرم. تمام. وده بيحرمه من بطولات ويحرمه من ماتشات وممكن تيجي عليه عقوبات. هل ده محتاج كتوعيه ولا الفريق الطبي المفروض المسؤول عن الفريق الرياضي هو المفروض يكون يوعي الناس دي ياخدوا ايه وما ياخدوش ايه؟ لا، هنا الفريق الطبي اكتر، يعني لان الفريق الطبي لازم يكون ملم بالمكملات الغذائيه والادويه كمان اللي داخله تحت مسمى المنشطات. يعني في ادويه زي ادويه البرد او ادويه الانفلونزا، لو اي لعيب خدها وما بلغش اللجنه المنظمه بان هو بيتناول الدواء الفلاني او اسمه كذا، بيكون في داخل مواد، يعني مثلا مش عايز اقول اسم بس يعني ابسط حاجه الفنتولين بتاع الانف. الفنتولين في ماده بتخش تحت نطاق المنشطات في الوادة. الوادة دي اللي هي منظمة المسؤولة عن المنشطات في اللجنة الدولية الأولمبية. لازم يبلغ ان هو انا دلوقتي بتعالج عندي مثلا الفيروس الفلاني او عندي الدكتور فلان قال لي هاخد كذا وكذا. لازم يبلغهم عشان لو جه تحليل معين ما يطلعوش ان هو واخد منشط وبصفة عامة، لان هو المنشطات تحليل منشطات مش هيطلع له ان هو واخد دواء، هو هيطلع المادة الفعالة اللي داخل الدواء. حلو جدا. فلازم اي مكمل غذائي او اي دواء او اي حاجة داخل فيها نسب معينه يبلغ بيها الفريق الطبي، والفريق الطبي طبعا بيكون عنده قائمه كبيره من المحظورات. كويس قوي. ده يودينا لنقطه مهمه جدا يا كابتن، ان هو انا كمواطن او كشخص عادي ازاي اقدر افرق ما بين المكمل الغذائي المصري والمستورد؟ لا، هي دي قصه طويله.
بس الفكره كلها ان دايما المكملات الغذائيه المصريه بيكون لازم يكون مكتوب عليها ان هي صنعه في مصر، او ماده بتكون صنعه في امريكا او في اوروبا وباكينج ايجيبت. هل في فروق؟ اه طبعا في فروق، بس كماده فعاله يعني؟ لا مش كماده فعاله، الماده فعاله هو دايما بيكون المواد الفعاله كلها مستورده، الفروق بتكون بسيطه جدا، بتكون مثلا فروق في الطعم، فروق في جوده ذوبان المنتج، بتكون لو بنتكلم على منتج مكمل غذائي بروتين، لو بنتكلم على الفيتامينات او كده ما بيكونش المواد فعاله فيها بصوره عاليه. كويس. الا ان في مكملات غذائيه مصريه دلوقتي بتوصل ان هي بتنافس المنتج الاوروبي او الامريكي، وفي نفس الوقت في منتجات تفوقت عليها. ويعني لو في صور انا بعتها للاعداد، في صور، لو في صور يا جماعه نعرضها. حاليا بيتم تصنيع منتج مصري تبع شركه نيتشرز بيست، نيتشر بيست سبلمنت ايجيبتي، يعني دي شركه مصريه. المنتج ده بيكون عباره عن منتج ببروتين ايزوليت خام بتاعه امريكي 100% والتعبئه هنا في مصر. المنتج ده بنحاول على قد ما نقدر نطلع فيه كل يعني الاسلوب العلمي اللي احنا درسناه، والاسلوب الاسلوب العلمي بحيث ان هو يوصل للفرد او لاي رياضي هياخده للمستخدم يعني، بصوره كانه هو مستورد تماما، يعني مفيش فرق بينه وبين المنتج المستورد 100% لان ده الخام مستورد، بس هو باكينج ايجيبت، التعبئه هنا في او التعبئه هنا في مصر. زي ما بيقولوا يعني التجميع مصري. تجميع مصري. طيب انت كشباب، نرجع للنقطه احنا مركزين عليها من بدايه سلسله فقراتنا مع بعض، انت كشباب انت تنصحهم ان دايما بيجروا على موضوع المنشطات والمكملات من غير وعي ومن غير ارشاد حتى يعني، وده على المدى بتحصل لهم مشاكل جسديه وصحيه هم مش عارفين بيها. هو الفكره كلها مش نصيحه على قد ما هو يكون هو عارف هو عايز ايه، يعني اول حاجه يحدد هدفه. لو حدد الهدف بتاعه بعد تحاليل بعد اشراف طبي، هو كل زي الحاجات دي يا كابتن صح؟ دي مكملات غذائيه كلها مستورده، معظمها كلها بيكون للاشخاص العاديين وتكون امنه تماما، الا ان انت دلوقتي لو شخص مريض ده البروتين المصري انتاج شركه نيتشر بيست سبلمنت هيكون بالشكل ده باذن الله، حاجه لسه هي لسه ما نزلتش السوق ان شاء الله الايام الجايه باذن الله. ده بإذن تصريح الله. وزاره الصحه ومعامل التغذيه ومعهد التغذيه المصري. حلو. الحمد لله ان شاء الله يكون حاجه كويسه باذن الله باذن الله. نفس نفس الخامات الامريكيه المستخدمه في الشركات الاوروبيه، بس التعبئه هنا في مصر مصرية. الفرق بينه وبين اي حاجه تانية ان ده معمول مخصوص للناس اللي عندها حساسيه من اللاكتوز، الناس اللي عندها مشاكل في الهضم او في القولون، وفي نفس الوقت بياخدوه اي حد عنده مشاكل بعد عمليات مثلا تكميم المعده، بعد عمليات التدبيس بتاعه المعده. يعني ده امن تماما، واصلا معمول يعني سبب طبي، مش معمول ان هو لعيب كمال الاجسام فقط. حلو جدا. يعني حضرتك عايز تقول ان الموضوع كله سواء في حاجات ممكن تتاخد باجتهاد شخص مني، وفي حاجات ما ينفعش اخدها غير باستشاره الطبيب. باستشاره الطبيب وتحليل، يعني هو مش هياخد اي حاجه وخلاص، يعني مش هينفع مثلا اروح مثلا سبلمنت ستور او اروح صيدليه اقول له انا عايز مكمل غذائي، لا انا عايز مكمل غذائي عشان يعوض لي احتياجي في النقطه الفلانيه. حلو. عندي فيتامين معين ناقص، عندي املاح معدنيه ناقصه في الجسم، عندي ضغط مستمر، عندي ضعف بشكل عام، فعلى حسب الحاجه اللي ناقصه عندي انا باخد لها مكمل غذائي معين. يعني المكمل الغذائي لازم يكون في المكان الصحيح، مش اي مكمل بسرعه شويه. كويس جدا يا كابتن. طيب نهايه الحلقه الجايه هنقول ايه؟ احنا الحلقه الجايه ان شاء الله يكون معانا المنتج المصري. تمام. وباذن الله يكون معانا تحليل المنتج المصري والمنتج المستورد، ونوري الناس ازاي يفرقوا بين اي منتج سواء كان اصلي او مضروب على الهواء باذن الله. طيب الفل. على وعد ان شاء الله مع كابتن عمار ان شاء الله في الحلقه الجايه. الحلقة عدت بسرعة، بس تتمنى نكون أفدناكم وأفدنا المشاهد إن شاء الله بإذن الله. على وعد باللقاء الحلقة الجاية في نفس الميعاد، استنونا، إلى اللقاء.